بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ في الأسباب ارتفاع نسبة الطلاق في المغرب، يمكننا نرجعوا أولا الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل بالمغرب، حيث أن محاكم المملكة وصلت فيها حالات عدد نسبة الطلاق إلى سنة 2020 إلى 20,000 حالة طلاق، ومن بعد تزادت سنة لاحظوا سنة 2021 ارتفعت هذه النسبة ديال حالة عدد الطلاق في المغرب إلى 100,000 حالة. والرجوع الأونة الأخيرة ونحن لازلنا في السنة الجارية، يعني لم تنتهي بعد سنة 2022، في هذه الأثناء هذه وصلت 300,000 حالة، يعني ضعفت إلى 3 أضعاف السنة الماضية. وخصوص هذه حالة الطلاق، تلاحظوا أن الناس مشاو في الاتجاه ديال سلوك مساطر تطليق الشقاق، لأنها سهلة، طلب مقدم من طرف الزوج أو الزوجة، وسلوك الإجراءات المسطرية في هذه المسطرة ديال تطليق الشقاق. هناك عدة مساطر أخرى للطلاق، كاين منها الطلاق الخلع، الطلاق الرجعي، طلاق الغيبة، ولكن النسبة الأكبر هي نسبة تطليق الشقاق في هذه الحالات اللي ذكرنا حسب إحصائيات وزارة العدل. وبالرجوع كذلك نوع الطلاق وهو مهم جدا، وهو الطلاق الاتفاقي. الطلاق الاتفاقي أصبح حاليا بسبب تنامي الوعي لدى الأزواج أنهم تلجؤوا له، لأنه أصبح من السهل إجراءات المسطرية ولوجها، من السهل القيام بها على الزوجين معا، خاصة إذا كانت الأسرة تتوفر على أطفال، من أجل مصلحتهم ومن أجل الحصول على طلاق بشكل ودي وصحي للأسرة وسليم بأقل أضرار وسريع جدا. رجوع أسباب تفاقم نسبة الطلاق في المغرب فهي عديدة، نذكر منها المشاكل المادية، وخاصة تلاحظوا في ما سببته جائحة كورونا مؤخرا أن المحاكم أصبحت تعج للأسف في ذلك الحين ملفات تطليق الشقاق على المحاكم بجميع ربوع المملكة، لأن العديد من أرباب الأسر إما تم تسريحهم من الشركات لأن الشركات وقعت في إفلاس، وإما كانت هناك طرد تعسفي من طرف الشركات، أسر انعكس عليها ذلك نفسيا وماديا، فأصبح الأطفال بعدما كانوا مثلا يدرسون في مدارس خصوصية تم إخراجهم منها وإيداعهم بمدارس عمومية، يعني تغير المستوى المعيشي، تغير المستوى الاجتماعي. كاين بعض النساء اللي صبروا على هذه الظاهرة هذه وهذه الجائحة، وكما تنقولوا خلاوها تتمر بشكل سليم وحافظوا على لم شمل الأسرة، وكاين للأسف اللي ما استطعوش، وكاين الأزواج اللي غادروا بيوتهم، وكاين الزوجات اللي غادروا عاوتاني بيوتهم إما تلقوا الزوج أو الزوجة، يعني هذا الشيء أثر سلبيا على الأسر وأدى إلى عدم الإنفاق، أدى إلى الإهمال الأسري، أدى إلى مشاكل نفسية أثرت كذلك على المعاشرة الزوجية والعنف الأسري، أدى إلى عدة مشاكل، وكثرة الإجرام، تعنيف المرأة. وزارة العدل كانت صدرت توصيات بهذا الشأن، وجهات توصيات للسادة القضاة والسادة رؤساء المحاكم باش الأمور ما تمشيش في المنحة ديال التطليق السريع ومحاولة إصلاح سلوك مسطرة الصلح لإصلاح ذات البين بين الزوجين. وفي هذا الإطار فإن مدونة الأسرة في إطار هذا تفعيل مسطرة الصلح تنوجد أنها قنات هذه المسألة بشكل قانوني سليم، وهي أنها جهزت المجالس العلمية لهذا الغرض، مؤخرا كذلك كونت واحد الأطر اللي تنسميهم مساعدين اجتماعيين أو مساعدات اجتماعيات في فضاء قسم قضاء الأسرة في جميع محاكم المملكة باش يفعلوا هذه مسطرة الصلح. ووجهت لأن القاضي لا يمكنه أن يعطي الإذن بالطلاق للزوجين إلا بعد فشل محاولة الصلح. إلا بعد فشل هذه المحاولة، لذلك سنت مدونة الأسرة مجالس العائلة أولا ثم المجالس العلمية وفيما بعد المساعدين الاجتماعيين والمساعدات الاجتماعيات لتفعيل هذه المسطرة. لكن بالرجوع
لواحد النقطة اللي هي أساسية وهي مسطرة تطليق الشقاق. مسطرة الصلح فيها تنوجدوا بأنها أحيانا وليس دائما لا يتم تفعيل مسطرة الصلح بشكل صحيح وتتم السرعة في مسطرة الصلح، لأن أنا في النظر ديالي كدفاع أن مسطرة الصلح لا يجب أن نعطي مهلة واحدة فقط، خاصة في حالة وجود أطفال، يعني على القضاء أن يعطي مهلتين أو أكثر. بعض المرات في القضاء نلاحظ أنه يعطي مهلة الأولى والثانية، وبعض المرات يعطي مهلة واحدة على حسب السلطة التقديرية للقضاء. لكن إذا نظرنا لضرورة لم شمل الأسرة المغربية والحد من ارتفاع هذه نسبة الطلاق في المغرب، فيجب تقنين هذه مسطرة الصلح بشكل أكثر قانونية وبشكل سليم أكثر. بالنظر إلى أكثر الحالات ديال الطلاق اللي كتكون في المحاكم، يعني كانت المحاكم تعج في ديك الفتره ديال كورونا وحتى يومنا هذا، واش حسب التجربه ديالك في المحاكم وخصوصا في هذا الجانب ديال الطلاق، واش كانت هذا يعني تفعيل هذا المصطلح بشكل صحيح ام فقط كانت مجرد شكليات عابره فقط؟ لان كانت حالات كثيره والمساعدين الاجتماعيين كنعرفوهم في المحاكم تيكونوا قلال، كيفاش وفقوا بين هذه الحالات الكثيره في نفس الوقت تكون تفعيل المصطلح ديال الصحه؟ بالنسبة لتفعيل مسطرة الصلح داخل المحاكم في إطار مسطرة تطليق الشقاق، ونظرا لقلة المساعدين والمساعدات الاجتماعيات بفضاء أقسام قسم قضاء الأسرة في جميع المحاكم الابتدائية بالمغرب، فنلاحظ أن هذا انعكس سلبا على الأحكام وعلى المساطر القضائية في هذا الخصوص، حيث أنه لا يمكن التوفيق بين الصلح بين الطرفين. لتفعيل هذا الصلح هذا يجب ان تاخذ بعين الاعتبار وزاره العدل ان تكثر من المساعدين، توفير المساعدين الاجتماعيين واطر وتكوين اطر في هذا الصدد لتفعيل مسطره الصلح، لان تنوجد ان ارتفاع نسبه الاحكام الصادره في تطليق الشقاق اثناء جائحه كورونا كانت هائله وبشكل مخيف. لهذا السبب هذا الشيء شنو يمكننا نقوله فيه، وهو أنه راجع لعدم تفعيل مسطرة الصلح بشكل فعال وصحيح.